نفق السعادة لا يدخله أحد إلا وأصبح من الأثرياء، فيه ثروات لا تقدر بأموال الدنيا، إنه نفق سوريا الذهبي. فكيف تم التوصل إليه؟ وهل يقود إلى شبكة أنفاق أخرى؟ وما مصير الكنوز التي تظهر بداخله؟ لا زالت الأنفاق المطمورة في الأراضي السورية مصدراً للكنوز والغرائب، وتحديداً في جنوب محافظة الرقة. نفق غريب مر السكان على فوهته بأقدامهم مئات السنين، ولم يكن أحد يعلم بأن تحت التراب هذه الكنوز التي يمكنها أن تغير حياتهم إلى أفضل حال. قطع وتصميمات كثيرة من كميات الذهب يفوق ثمنها مليارات الدولارات، وبجوارها على مسافات ونقاط محددة تماثيل أثرية ومقتنيات نادرة جدا. هذه الكميات الكبيرة من الكنوز والمقتنيات الأثرية أثارت تساؤلات عن النفق السري الموجود في الرقة وطرق الوصول إليه من ممرات جانبية تحت الأرض، خصوصا مع إخفاء مدخله. فوهة النفق ظلت طوال هذه السنوات مستورة عن الأعين بسبب الطرق الغريبة في التمويه والإخفاء التي قام بها مصمم النفق لضمان عدم ظهور مدخله لأي من المرة أو حتى المستكشفين. قطع كبيرة من الأخشاب تم تثبيتها على حواف النفق لتحمل دعامات تؤدي إلى حماية سقفه من الانهيار المفاجئ. تسمى منطقة ظهور فوهة النفق السري كسرة الفرج، وتم تحديد موقعها الجغرافي في مزرعة على أطراف مدينة الرقة بعد أن رصد أهاليها أمراً غريباً في أراضي المزرعة، حيث كان الطريق يوحي بأن هناك فراغاً غير ظاهر تحت الأرض. النفق السري ليس نفقاً ممتداً، بل يحتوي على تجاويف داخلية تشمل 3 غرف تم تصميمها بشكل مموه وإخفاء مداخلها، بحيث يصعب على الداخلين إلى النفق الوصول إلى المقتنيات النادرة التي تحتويها. تحتوي كل غرفة من هذه الغرف على براميل تم تخزين كمية كبيرة من الذهب الخالص فيها بشكل احترافي، بحيث يحمل الواحد منها أكبر كمية من أغلى المعادن في العالم، هذا فضلا عن العملات النادرة المتراصة بالداخل. التماثيل والمقتنيات الذهبية والكنوز التي تم العثور عليها تؤكد أن مزيدا من الأنفاق في الأراضي السورية بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب، بينما بقي التحدي الأكبر أمام المستكشفين في تمويه مداخل وطرق الوصول إلى هذه الأنفاق والكنوز المطمورة في الأعماق. ظهور النفق دفع الكثيرين إلى التنقيب في العديد من المواقع السورية، لكن هذا التنقيب كثير من عملياته تتم بشكل عشوائي لتخضع في النهاية إلى احتمالات متوقعة للعثور على الكنوز.